هذه الكرة على إثارة تزداد، والمباراة لا تزال تحتفظ ربما بمفاجآت أخرى من هذا الطرف. وذا جول الدقة الثالث. تشاهد الإعادة هنا، الخطأ الدفاعي القاتل، الخطأ الدفاعي القاتل حقيقة من كنتاتشو. مخالفة إذا في تنفيذها، فارس حميدي ستكون منفذة تسديدة. بابا بابا، هدف رائع، هدف ممتاز ورائع، ولا أجمل ولا أروع، هدف من أروع الأهداف. فارس حميدي بطريقة ممتازة، تسديدة ولا أروع، لا تصد ولا ترد، موضوعة تقريبا بطريقة ممتازة. لم يشاهدها الحارس دوفيك مساوي، كانت كرة ساقطة عليه، سيتي اون بال فلوتونت تراجيكتوار تاع الكرة، لم يتوقع المشاهد. اوه روعة، هدف رائع. الكرة مباشرة لشهرور من هناك الجهة اليسرى، محاولة المرور درواش ينطلق. اوه يمر درواش، يتوغل، يواصل الكرة. بابا بابا بابا، هدف ممتاز ورائع، هدف ممتاز ورائع، يمكن أن نحسبه لمهدي درواش الذي قام بعمل كبير وكبير جدا. طيب مزيان، يضع الكرة في الشباك أو بيوسنس على ما أعتقد، ولكن في تقدير الهدف يحسب لمهدي ضد فريق أتلتيك باراد، تكمن في الفرديات كذلك. الإعادة كما نشاهد على الصورة، عمل كبير ورائع جدا قام به المهدي درواش في هذه اللقطة السابقة.